وفي حصيلة اليوم الثاني من اعتصام إسقاط إعلان مرسي الدستوري، أكثر من 100 جريح عندما واجه الرئيس الإخواني أول تحرك سلمي بالقنابل. الشرطة المصرية حاولت فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة، ما أدى إلى إصابة عشرات المعتصمين بالاختناق من جراء الغاز المسيل للدموع الذي غطت سحابة كبيرة منه معظم أرجاء المنطقة المحيطة بالتحرير، حيث اشتبك عدد من المتظاهرين مع شرطة مكافحة الشغب ورشقوها بالحجارة. أنا جاي معترض على الإعلان الدستوري بتاع الدكتور مرسي، على الشق الثاني في الإعلان الدستوري وبالأخص المادة الثالثة فيه اللي هي بتحسن قراراته. معتصمين لأن خدوا قرار بموتنا في الميدان، فإحنا جايين نموت في الميدان، واللي بيحصل دواتي ده موت، هما بيموتونا بيرمونا بالغاز بكل أنواع الغاز. ثلاث مطالب دول الثوار كلهم متفقين عليها، اللي هي تطهير وزارة الداخلية، تطهير تام، وإقالة رئيس الوزراء هشام قنديل، وحل الجمعية التأسيسية للدستور. والمطلب الأهم طبعا اللي هو ان انت طبعا احنا قلنا جملة معبرة جدا للرئيس مرسي، لو حق اخواتنا ما جاش ما تلموناش على حاجة. انا من الناس اللي انتخبت مرسي، بس بصراحة يعني املي خاف فيه. مجلس القضاء الأعلى رأى أن إعلان الرئيس المصري هو اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء، واتخذ قضاة الإسكندرية أولى الخطوات التصعيدية بتعليق عملهم في جميع المحاكم والنيابات في المدينة. فيما دعت أحزاب يسارية وليبرالية واشتراكية أنصارها إلى الاحتشاد في ميدان التحرير بهدف إسقاط الإعلان الدستوري الفاشي والاستبدادي على حد وصف البيان الصادر عن هذه الأحزاب والمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي. وأعلنت هذه الأحزاب أن الثلاثاء المقبل يوم مليونية. وفي المقابل دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى تظاهرة حاشدة مؤيدة لمرسي في اليوم نفسه في ميدان عابدين. وكان الرئيس المصري قد دخل في مواجهتين سابقتين مع القضاة انتهت بتراجعه عن قراراته تحت ضغطهم.